السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد. موضوعنا لحلقة هذا اليوم، نريد أن نتعرف عن تاريخ الحج وتاريخ مكة المكرمة وتاريخ هذه الشعيرة الدينية التي هي قديمة قدم البشرية. وربما الكثير منا قد تغيب عنه هذه المعلومة، بأن الحج هو ليس خاص بالمسلمين، هو خاص وشامل وعام لكل الأنبياء والمرسلين. فشريعة الحج كانت منذ عهد آدم عليه السلام، واستمرت إلى عهد نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك كانت مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. فهي شعيرة ربانية مباركة لها تاريخ عظيم، ولعلها اشتهرت أكثر مع سيدنا إبراهيم في ما يسمى بالحنيفية. الحنيفية هم أتباع ملة نبي الله إبراهيم. ربنا تحدث في القرآن العظيم كيف كان هذا النبي اصطفاه المولى عز وجل لتدبير شؤون الكعبة المشرفة وتنظيم مناسك الحج، وكيف علمه جبريل عليه السلام أعمال الحج. وذلك لما قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذه الأوامر وهذه التوجيهات الربانية هي لسيدنا إبراهيم الخليل، وبينه وبين بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آلاف السنين. وربنا سبحانه وتعالى اختار الجزيرة العربية، اختارها هذا الموطن مقدس، هذا الموطن مبارك، لأن الله عز وجل من كل مناطق العالم اختار جزيرة العرب ليضع فيها بيته، وليكون أول بيت وضع للناس. وهنالك رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وأمره الله تعالى أن يسكن أسرته الصغيرة عنده، وأمره فيما بعد أن يؤذن في الناس بالحج، وليستجيب له أفئدة الكثير من الخلق وتهوي إليه قلوب الناس. ودعا الله تعالى بأن يجعل ذلك المقام آمنا، وأن يرزق أهله من الثمرات. فدعوات إبراهيم الخليل لا تزال سارية على هذه البقاع المقدسة، وستبقى بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة. إذا رجعنا إلى التاريخ القديم أيها الأحبة الكرام، لنتعرف عن واقع مكة المكرمة لكي نصل إلى العهد الحديث والعهد المعاصر، بل وما يستقبل. ما يستقبل نريد في هذه الحلقة بعجالة أن نتحدث عن أهم المحطات القديمة والحديثة والمعاصرة والمستقبلية لمكة المكرمة. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم الخليل وسماه الخليل لأنه كان كثير العبادة وكثير الطاعة، واختبره المولى عز وجل وكان دوما ينجح في الاختبار، حتى إن الله تعالى ابتلاه وأمره بذبح ابنه، وصبر واحتسب ونفذ، ولكن الله تعالى لم يجعله ينفذ وفداه بذبح عظيم. ومن ثم سمي الخليل، خليل الله، حبيب الرحمن. سيدنا إبراهيم كان عاقرا لا يلد، وبعد أن بلغ أكثر من 90 سنة
كان يدعو الله تعالى أن يرزقه الولد، فتزوج من امرأة ثانية. كان في الأول متزوج مع سيدة بنت حسب ونسب ومقام، هي السيدة سارة، ولم ينجب. وفيما بعد طلبت منه سارة أن يتزوج خادمتها وهي هاجر، فتزوج بهذه الخادمة هاجر، وكانت طيبة القلب فحملت بسيدنا إسماعيل. وسبحان الله تعالى، وقعت الغيرة بين النساء، بين سارة وما بين هاجر، وربنا سبحانه وتعالى يخطط لمستقبل عظيم. هذه أحداث بسيطة نفسية تكون ما بين الضرائر، ولكن الله تعالى يستثمرها ليخطط لعمل عظيم نوراني رباني كبير. لما بدأ السيدة سارة تغتم من هاجر، طلبت منه أن يأخذها بعيدا، وربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه ويرى ما يقع في بيت النبوة. الخالق عز وجل أمر سيدنا إبراهيم أن يحمل زوجته الجارية هاجر مع فلدة كبده إسماعيل، وأن يبتعد منهما. كان في الشام، كانوا في العراق وفي الشام، ثم أمرهم أن يذهب إلى مكان في عمق الجزيرة العربية. قال: أخرج من هنا يا إبراهيم، أنت وزوجك هاجر وإسماعيل. قال: يا أي ربي، إلى أي مكان؟ قال: أخرج إلى حرمي، أخرج إلى أمني، أخرج إلى أول بقعة خلقتها من أرضي. قال: يا ربي، ما هي هذه الأرض؟ قال: هي مكة المكرمة. هذا كلام الله تعالى لسيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم الخليل بعث الله إليه أمين الملائكة، وهو جبريل عليه السلام. ثم صار جبريل يرشد إبراهيم ويأخذ بيده خطوة خطوة، وكأنه مرشد له. فصار إبراهيم رفقة هاجر وإسماعيل لا يمرون بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا قال: يا جبريل، أإله هنا؟ أإله هنا؟ فيقول جبريل: لا، امضي، لا امضي. كان يظن إبراهيم الخليل أن هذا المكان سوف يكون مكانا حسنا وجميلا فيه شجر ونخل وزرع. لما مر بمناطق بالعراق ومناطق بالشام، بسوريا ولبنان، وصار يقول: هل هذا المكان؟ هل هو الذي اختاره الله؟ يقول: لا، ليس هذا. وصار حتى وصل إلى صحراء قاحلة محاطة بسلاسل جبلية، مسالك وعرة، لا ماء ولا وحش، ولا طير يطير ولا وحش يسير. المنطقة مقفرة والجو شديد الحر والعطش كثير. فقال جبريل عليه السلام: هنا، هنا سوف يكون الموضع الذي اختاره الله تعالى ليكون موضع البيت. لم يصدق إبراهيم الخليل، كان يظن بأن هذا المكان الذي سوف يختاره الله تعالى موطنا لبيته هو في حديقة غناء فيها أشجار وفيها نخيل وفيها زروع وكروم وفيها نسيم عليل، لكن المنطقة صحراوية قاحلة وحولها سلاسل جبلية. فقال جبريل عليه السلام: إنها إرادة الله. وهذه فيها حكمة، أن الإنسان إذا ذهب إلى البقاع المقدسة عليه أن يصبر ويحتسب ولا يتذمر ولا يستاء كما يفعل بعض الناس لما تضيق بهم المضايق في تلك البقاع المقدسة. فنزل إبراهيم الخليل رفقة زوجته هاجر وإسماعيل وهو يرضع، لا زال رضيعا هذا الولد الصغير. ثم فرحت لما وجدت شجرة، شجر بسيط جدا، فوضعت عليه كساء كان معها فاستظلت تحته، وبقيت هكذا تستظل لأن الحر شديد جدا والعطش شديد والمنطقة خالية. ثم إبراهيم لما وصل إلى المقام وقال له جبريل: هنا سوف تستوطن، أراد الانصراف، أراد أن يرجع. ترك زوجته هاجر وترك ابنه الرضيع إسماعيل وولى مدبرا. فقالت له هاجر: يا إبراهيم،
لما تدعون في هذا الموضع الذي ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع يا إبراهيم؟ ليس فيه أمن، ليس فيه رزق يا إبراهيم. الله الذي أمرك أن تضع هنا في هذا المكان يا إبراهيم، الله الذي أمرك أن تضعنا في هذا المكان. فكان إبراهيم يهرول ويسير بعيد عنهم وأشار إليها، أي نعم إنها إرادة الله. انصرف إبراهيم عليه السلام عن زوجته وفلدة كبده ابنه إسماعيل وهو ينظر إليهم بشوق وحنين، وصار يناجي ربه ويدعوه ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء إبراهيم الخليل في هذه اللحظات الحرجة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي جعلت أسرتي، زوجتي وفلدة كبدي الذي انتظرته أكثر من 90 سنة، الآن أضعه في هذا المكان بواد، هو واد غير ذي زرع قاحل، إلى أين؟ عند بيتك المحرم. وطلب من الله تعالى أن يكون هذا المقام مقام طهر، ربنا ليقيموا الصلاة. لأن لماذا خلق الله الخلق؟ خلق الخلق ليعبدوه. نحن كثيرا ما نغفل ونظن بأننا خلقنا لكي نتمتع، وخلقنا لكي نبني ونشيد ونعمر ونتسابق ونتنافس في الدنيا، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإنما خلق الله الخلق للعبادة، أما المتاع وأما النعيم فهو ليس في هذه الدار، في الدار الآخرة. أما في الدنيا نأخذ بالقدر الذي يعيننا على الطاعة والعبادة ولا نتوسع. فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا رب، إن زوجتي وابني وحيدين، اجعل الناس يأتون إلى هذا المكان، حبب الناس في هذا المكان الذي ليس فيه مظاهر الحياة، إنها صحراء قاحلة محاطة بسلاسل جبلية، والجو فيها شديد الحر والعطش، وليس هناك لا حيوان ولا إنس ولا من يؤنس الوحشة. يا ربي اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا ربي وارزقهم من الثمرات، ارزقهم الثمرات، ارزقهم الخيرات. وانصرف إبراهيم ومضى إلى حاله ورجع إلى زوجته الأولى سارة. بقيت هاجر وابنها إسماعيل في هذا الوادي، شعر بالعطش الشديد، فرأت مرتفع، هذا المرتفع اسمه الصفا، ويقابله مرتفع آخر اسمه المروة، وهو موضع المسعى. فبدأت تنادي في هذا الوادي، تقول: هل في الوادي من أنيس؟ هل في الوادي من أنيس؟ لا أحد يجيب سوى صوتها يتردد. فبدأت تسير، صعدت على الصفا حتى لمع لها السراب في الوادي، ظنته أنه ماء. من يسافر إلى البقاع المقدسة ويصل إلى المسعى بين الصفا والمروة سوف يلاحظ هذه الجبال، فعلا ترى فيها السراب كأنها غطيت بالمياه، وهي مجرد سراب، لما تصل إليها تظهر لك فقط لمعان الشمس وكأن هناك مياه وهو مجرد سراب. فذهبت إلى جانب الوادي تريد أن تسقي الماء، لم تجده إلا سرابا، ثم لمع لها الماء من الناحية الأخرى، فهبطت إلى الوادي تطلب الماء، ثم عادت وذهبت حتى فعلت ذلك 7 مرات، 7 مرات وهي تسير بين الصفا وبين المروة وتظن أن بينهما بركة من المياه، لكن مجرد سراب. بدأت تدعو الله تعالى: يا رب ارحمنا، يا رب ارزقنا جرعة ماء، يا كريم إننا نموت عطشا. في تلك اللحظات ربنا سبحانه وتعالى بعث جبريل عليه السلام فضرب بجناح من أجنحته 700، ضرب جبال مكة المكرمة فانفجرت عيون ماء زمزم. هذه العيون قادمة من مياه الجنة، جاءت من الجنة، جاءت هذه العيون، وإسماعيل لازال رضيع. بدأ الماء يظهر من تحت رجليه،
فلما رأته أمه جاءت تجري وبدأت تجمع الماء وتشرب، لكن الماء يسير بكثرة، فبدأت الأم تأخذ الرمال وتحاول سد الفوهة التي يخرج منها الماء، وتقول له زم زم، زمته بما جعلت حوله من الرمال، ولذلك سمي ماء زمزم، تقول زمزم، ولو لولا أنها لم تقل زمزم لفاض الماء وغمر المنطقة كلها. وسبحان الله، سعدت السيدة هاجر بهذه المياه، شربت منها واغتسلت وشعرت بالرحمة، وبدأت الطيور حولها، بدأت تعكف حول الماء. لما ظهر الماء، الطيور من بعيد جاءت قادمة من أماكن بعيدة تحلق حول الماء، وجاءت بعض الحيوانات وبعض الوحوش كلها تريد أن تستفيد من ذلك الماء. وكانت هناك قبيلة حول عرفات تسمى نازلة بذي المجاز، هذه القبيلة تسمى قبيلة جرهم، إنها من أنظف وأرقى القبائل، هي قبيلة تنطق بالعربية الفصحى، هي أم اللغة العربية قبيلة جرهم. فكانوا أيضا يشعرون بالعطش الشديد، فلما رأوا الطيور تعكف حول تلك المنطقة بدأوا يقتربون، فوجدوا الماء الكثير النقي الذي يلمع، وحوله امرأة وصبي، فنظروا إليهم وقد استظلوا بشجرة، فقال كبير قبيلة جرهم: من أنت أيتها المرأة؟ وما شأنك؟ وما شأن هذا الصبي؟ قالت أمنا السيدة هاجر، قالت: أنا أم ولدي إبراهيم خليل الرحمن. قالوا لها: من هو خليل الرحمن؟ قالت: إنه إبراهيم نبي الله، قدم بنا من منطقة الشام وجاء بنا إلى هنا إلى هذا المكان، وقال بأن هذا المكان سيكون له شأن عظيم. قالوا، بدأ بعضهم يسهر: أي شأن سيكون لهذا المكان؟ إنها صحراء قاحلة حولها سلاسل جبلية، كيف يكون لها فيها هنا مكان ومستقبل؟ فبعضهم صدقها لأنها رآها تتكلم بصدق، ولأنهم رأوا معجزة حقا، ماء زمزم معجزة، ذلك المكان ليس فيه ولا نقطة ماء، والآن قد فاض عليهم الماء، وهذا الماء مذاقه جميل، خفيف على اللسان وعلى المعدة، وهو غزير. فتعجبوا فاستأذنوها، قالوا: يا سيدة، أتأذنين أن نكون بالقرب منكم؟ فقالت: على الرحب والسعة، نحن أيضا نحتاج إلى من يؤنس وحشتنا. فنزلت قبيلة جرهم بالقرب من مكان هاجر وإسماعيل، وضربوا خيامهم، وسعدت بهم هاجر وأنست بهم، وصارت تتكلم لغتهم العربية الفصحى. فسيدنا إسماعيل هنا سوف يتعلم اللغة العربية الفصحى، ومن ثم كان هو أول نبي من أنبياء العرب، لأن أنبياء العرب أربعة، منهم أولهم إسماعيل وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت هناك القبائل تحضر حولهم ويتكاثرون، وكثر الخير وكثرت البركة. بعد مدة عاد سيدنا إبراهيم ليتفقد حال زوجته هاجر وابنه إسماعيل، فلما وصل إليهم وجد بأن المنطقة صارت عامرة، فسر آنذاك سرورا شديدا وفرح فرحا عظيما. وبقي إبراهيم في هذه المدة مع إسماعيل ومع السيدة هاجر ومع هذه القبيلة، وصار إسماعيل يكبر ويشتد عوده حتى بلغ مبلغ الرجال. هنا ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطي الأمر الإلهي لإبراهيم الخليل أن يبني البيت الحرام. قال: يا رب، ما هو البيت الحرام؟ قال: إنها البقعة التي وضعت فيها بيتي فوق الأرض. قال: متى؟ قال: منذ خلقت آدم عليه السلام. لم الكعبة المشرفة إنما بنتها الملائكة قبل أن يخلق آدم، فلما خلق آدم ثم لما نزل إلى الأرض وجد بأن الكعبة المشرفة كانت مبنية، وكانت عبارة عن قبة عن لؤلؤة حمراء مجوفة،
هكذا جاء في بعض الآثار، كانت عبارة عن لؤلؤة حمراء مجوفة لامعة، وكل من يراها إلا ويعلم قداستها وجمالها ورونقها. ولكن حينما وقع الخلاف بين أبناء آدم، ولما قتل قابيل هابيل وسال الدم الطاهر فوق الأرض، غضب الله تعالى فأمر برفع تلك القبة التي هي عبارة عن لؤلؤة حمراء مجوفة، وأمر آدم أن يبنيها بالحجارة. وبقيت الكعبة المشرفة في عهد آدم وفي عهد سيدنا إدريس عليه السلام الملقب بشيت، واستمرت هكذا إلى عهد سيدنا نوح. في عهد نوح كانت الكعبة المشرفة مبنية وكان الناس يطوفون حولها، ولكن لما جاء الطوفان الكبير في زمن نوح عليه السلام وغرقت الدنيا، غرقت الدنيا، رفعها الله إليه، رفعها الله تعالى، وبقيت تلك البقعة شبه فارغة إلى أن جاء عهد سيدنا إبراهيم الخليل. هنا سوف يأمره الله تعالى ببناء البيت. دوما كان في رفقة إبراهيم الخليل أمين الملائكة وهو جبريل عليه السلام، بعثه الله إليه فطلب منه أن يعلمه كيف يبني هذا البيت وأن يخط له موضعه. فبدأ سيدنا جبريل عليه السلام يخط عليه القواعد، ينزل عليه القواعد. هذه القواعد أيها الأحبة الكرام في مكة المكرمة إنما نزلت من الجنة بأمر من جبريل الذي كان مأمورا من طرف الله، فالمسألة ليست بشرية وإنما هي ربانية مقدسة. فبدأ إبراهيم الخليل في بناء البيت، وكان يساعده ابنه إسماعيل الذي بلغ مبلغ الرجال، وكانوا يأتون بالحجارة من دي طوى في منطقة فيها حجارة مباركة، فلأن المنطقة كلها صحراوية، فبدأوا يبنون بالحجارة ويرفعونها إلى السماء حتى رفعوها 9 أذرع، 9 أذرع. وكان إبراهيم الخليل يصعد فوق حجر، وكلما بدأ يبني في الأعلى كان الحجر يرتفع، وذلك هو مقام إبراهيم. لا زالت هناك أقدام سيدنا إبراهيم مصورة، من يذهب هناك إلى البقاع المقدسة عند الكعبة سيجد هناك الناس يتزاحمون حول مقام إبراهيم ويصلون حوله 2 ركعة، كما قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل الحجر الأسود، أنزله من الجنة، القواعد من الجنة، ماء زمزم من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. جاء به جبريل ووضعه في مكان ودل إبراهيم فاستخرجه، كان تحت الحجارة صار أسودا، ثم بعد ذلك في الأول كان أبيض، كان أبيض هذا الحجر الأسود، نزل في عهد آدم ولكن سودته ذنوب بني آدم. تاريخ البشرية مليء بالحروب ومليء بالظلمات ومليء بالصراعات، والملائكة قالت: يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكما هناك أناس يعشقون الدماء والحروب، هناك أناس من أهل الله يحبون الأمن والأمان والسلم والسلام، ويحبون البناء والتعمير والتشييد والإحسان إلى الخلق، وأئمتهم هم الأنبياء والمرسلون. فكان إبراهيم الخليل قد دله جبريل على موضع الحجر الأسود فاستخرجه ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن. الآن ذلك الموضع الذي نراه في مكة المكرمة في الكعبة المشرفة، سيدنا إبراهيم هو الذي وضعه، وذلك بأمر من جبريل الذي كان يتصرف بأمر الله. ولما بنى البيت جعل له بابان، باب إلى المشرق وباب إلى المغرب. وحينما فرغ إبراهيم وابنه إسماعيل من بناء البيت صار يركع ويسجد ويدعو الله تعالى ويقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دعوة سيدنا إبراهيم لا تزال إلى اليوم سارية على مكة المكرمة وما حولها،
رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل فيه الأمن والأمان، لا يستطيع أحد أن يقربه، ومن اقترب منه انتقم منه، وارزق أهله من الثمرات. يا رب هذا البلد اجعل فيه الخير، اجعل فيه الرزق، اجعل فيه البركة، ارزقهم كثيرا من غير عمل ولا تعب، خصوصا من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كل من كان مؤمن صادق ويؤمن بالبعث والنشور اعطيه الدين واعطيه الدنيا. فأجاب الله تعالى قال ومن كفر، من كفر وبدل وغير فأمتعه قليلا، سأمتعه متاعا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا وعيد من الرحمن، وعد ووعيد. وفعلا حينما فرغ إبراهيم وابن إسماعيل من بناء البيت سأل الله تعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه. تذكروا أيها الأحباب الكرام كلمة أعمال الحج هي التي سوف نحرص على أن نتعلمها في الحلقات القادمة بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا. أعمال الحج، هذه الأعمال لم يضعها الفقهاء ولا العلماء، وإنما وضعها رب العزة، وأول من تعلمها هو إبراهيم الخليل. ولهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف يتبع سنة جده إبراهيم الخليل. طلب إبراهيم عليه السلام من جبريل أن يعلمه أعمال الحج ومناسكه، هو طلبها من الله تعالى، ولكن الله تعالى بعث له جبريل إماما فكان هو المعلم، كما كان جبريل يعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، وكان يأتيه في صفة من الصفات. كذلك كان جبريل يعلم إبراهيم الخليل، وفرح إبراهيم وأكثر من الدعاء والابتهال، كما وصف ذلك ربنا عز وجل في كتاب العزيز حينما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا لما كان إبراهيم يرفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل كان بناء، كان يبني وكان يدعو ربنا تقبل منا، لأن الإنسان دائما إذا عمل عملا، إذا صلى صلاة، إذا صام صياما، إذا قرأ قرآنا، إذا تصدق بصدقة، إذا ذهب إلى الحج أو العمرة، لا يدري هل يتقبل الله منا ذلك أم لا. قد يكون فينا غياب الإخلاص، قد يكون فينا رياء، قد يكون فينا هناك أشياء أخرى. لهذا الإنسان يطلب من الله أن يتقبل منه. انظروا إلى إبراهيم الخليل كيف تعب وشقي وكان يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لأن ربنا إذا لم يتقبل منا ضعنا والله ضياعا كبيرا. وكان يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يدعو الله تعالى أن ينشر الإسلام. فالإسلام هو لم يأتي مع سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دين الأنبياء كلهم، موكب النور. فهو إبراهيم الخليل يدعو الله أن يكون مسلما، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أمة مسلمة لك. المسلمة لك يعني أسلمت وجهها. ما يميز أصحاب الإسلام هو الخضوع والرضا على كل ما يأمر به الله. إذا كنت راض بقدرك وبقسمة التي قسمها الله لك وأعطاك، وإذا كنت خاضع لأمر الله فأنت المسلم الحقيقي. وإذا غابت عنك هذه الصفة، صفة الرضا وصفة الخضوع لأمر الله، فراجع إيمانك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا. المناسك هي ليست مجرد أشياء عقلية، لأن بعض الناس كنت أراهم في بقاع مقدسة يسخرون. منهم من يقول ولماذا نطوف حول البيت الحجارة، ولماذا نرمي بالجمار، ولماذا نقوم بالنحر، ولماذا نقوم بالوقوف فوق عرفة. إنها مناسك الله، هو الذي وضعها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما كان لهم الخيرة، هو يختار سبحانه وتعالى.
وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رغم كل هذا العمل الصالح ورغم كل هذه العبادات ترى إبراهيم يقول وتوب علينا، توب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ثم حج إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل، وبدأوا في يوم التروية الثامن من ذي الحجة. جاءهم جبريل وقال لهم خذوا الماء من ماء زمزم وأتوا به في هذا المقام، إنه مقام التروية. فكانوا يأتون بالماء من زمزم إلى منطقة منى وإلى منطقة عرفات، فسميت بذلك التروية. ثم بعد ذلك أمره الله تعالى أن يخرج من مكة وأن يبيت في منى يوم الثامن من ذي الحجة. هكذا فعل إبراهيم الخليل، وبدأ بعد ذلك يعطيه بقية المناسك. ومن ثم صار المسلمون في عهد إبراهيم الخليل يتكاثرون، كثر الحج وكبر الحج، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكانت الديانة تسمى الإبراهيمية الحنيفية السمحاء الوسطية المعتدلة، أتباع سيدنا إبراهيم الخليل. واستمروا آلاف السنين، آلاف السنين مع إبراهيم وابنه إسماعيل، ومن بعد جاء ابنه إسحاق وأنبياء آخرين، لكن بقي إسماعيل في بلاد العرب. واستمرت هكذا مئات السنين وآلاف السنين، ولكن فيما بعد سوف تتقادم هذه الوقائع والأحداث، وسوف يدخل إلى قلوب الناس الفساد، وسوف تكثر الأفكار الوثنية. ومن ثم دخلت إلى أرض العرب عبادة الأصنام، كان أول من أدخلها سيد مكة آنذاك عمر ابن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة، الذي أدخل صنما كبيرا إلى شبه الجزيرة العربية وقال هذا هو إلهكم، وبدأ الناس يتشبهون به، وكل قبيلة تأتي بصنم أو وثن، حتى كثرت الأصنام والأوثان حول الكعبة ونسى الناس دين التوحيد. ومكة المكرمة آنذاك كانت عبارة عن مركز اقتصادي، صار آنذاك مركزا اقتصاديا عالميا، كما قال تعالى للذي ببكة، ببكة بمعنى أن القبائل تبك خيامها وقوافلها في بكة، كثر الناس وكثرت فيها التجارة الدولية في ذلك الزمان، وصار موسم الحج تستغله قريش، كانت مسؤولة عن خدمة الحجيج، ولأنه كان يدخل لهم الكثير من الأرباح، ولكن حوله الأوتان وحوله الأصنام، وكان الناس يدخلون إلى الكعبة المشرفة ويتبعون طقوس غريبة جدا، كانوا يطوفون حول البيت، صاروا يطوفون حول البيت عراة، لم يعد الناس يلبسون لباس. قالوا بأن في عهد إبراهيم الخليل كان يطوف بالإحرام، لكن الناس غيروا وبدلوا وصاروا يطوفون عريانين رجالا ونساء، وصاروا يصفقون ويصفرون، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. والقريش لم تكن تمشي بين الصفا والمروة، ضيعوا هذه العبادة، السعي بين الصفا والمروة، ولم يعودوا يجتمعون في عرفات لأن الحج عرفة، وغيروا الكثير من مناسك الحج، وبعضهم كان يلتزم الصمت طوال فترة الحج. هناك طقوس غريبة، منهم من يقول علينا أن نلتمس الصمت التام طوال فترة الحج، ومنهم من يقول علينا أننا نكثر من ذكر الآباء والأجداد، وهكذا صارت العديد من الطقوس تقال هنا وهناك، حتى غيروا المبادئ الإسلامية وغيروا الكثير من التي كانت في عهد سيدنا إبراهيم الخليل. وكان قريش تفيض من مكان غير الذي يفيضون منه، فكانت قريش تفيض من مكان خاص بها إلى أن قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وحينما ينتهي موسم الحج كانت قريش تعقد مجالس المفاخرة، فيبدأون بالفخر بالأنساب وبذكر شرف الآباء والأنساب والأحساب. فلما جاء الإسلام منع كل ذلك وأمرهم بأن يستبدلوا ذلك بذكر الله بالفضل والآلاء، كما قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
وبقيت الأوضاع هكذا إلى أن أكرم الله تعالى العباد ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت بعثته صلى الله عليه وسلم إذانا لإصلاح الأوضاع، فكان النبي الكريم يلتقي القبائل الوافدة إلى مكة للحج، فكان يبلغهم الدعوة وكان يصحح لهم المفاهيم ويذكرهم بعقيدة التوحيد. فلما أكرمه الله بالنبوة نزل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبقي المسلمون مستضعفون لأكثر من 10 سنوات إلى أن جاء فتح مكة، وآنذاك حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنهى المشركين عن الطواف حول الكعبة والتمسح بالأصنام والأوتان، ودعا إلى دين التوحيد الخالص، ونهى الناس أن يطوفوا حول البيت عريانين، بل أمرهم بالستر عن طريق الإحرام، ودمر كافة الأصنام والأوتان. وجاءت البعثة النبوية تمهيدا لإصلاح الدين، إلى أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه في حجة الوداع، لأن النبي الكريم حج مرة واحدة سميت بحجة الوداع. وهكذا صار الإسلام واضحا وبينا، وصحح النبي الكريم أعمال الحج، وكان يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، إلى أن قال في حجة الوداع قال وأشهدكم أنني قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وفعلا بقي الحج هكذا سنين طويلة على مدى أكثر من 14 قرنا. الآن مرت أكثر من 14 قرنا ولا زال الوضع قائما، فالناس يحجون كل سنة، والمسلمون يلتقون على صعيد واحد من مختلف الدول الإسلامية، وبقيت المشاعر المقدسة تحظى بالعناية الفائقة من طرف المسلمين والمسلمات، وكان الملوك والخلفاء والأئمة كانوا كلهم يقيمون العناية الكاملة ببيت الله الحرام طيلة 14 سنة، 14 قرنا. وإذا ذكرنا في العصور الوسطى، العصور الوسطى مما يذكر أنه كان الناس قد توسع الإسلام وجاءت الفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب وفي باقي البقاع، وصار الناس يتجمعون في عواصم سورية وفي مصر والعراق وفي بقية البلاد، وكانت تتجمع القوافل التي تضم عشرات الآلاف من الحجاج وينتظمون للذهاب إلى مكة المكرمة، وكان الحكام المسلمون والخلفاء المسلمون يتنافسون في بيان مسؤوليتهم لتنظيم الحج، فكانت القوافل تسير في رعاية الدولة، وتم تدشين طرق ميسرة في اتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان الخلفاء الراشدون وبعدهم الحكام المسلمون يتنافسون بإجراء التحسينات على طول الطريق المؤدي إلى البقاع المقدسة، وتأثيثها بخزانات المياه وبطعام وأكل الأكل وبالمنازل الحجاج على فترات منتظمة. بقي الوضع هكذا سنين طويلة وقرون طويلة، الناس يتجمعون ثم تبدأ القوافل حتى من حجاج شمال إفريقيا ومناطق جنوب الصحراء كانوا يتوجهون نحو قافلة القاهرة، وآخرون نحو قافلة دمشق وبغداد وغيرهم نقط التجمع الرئيسية، وكان الناس يسافرون برا وبحرا وعبر الصحاري، وكانت الرحلة تستغرق أكثر من 3 أشهر. وكان الوضع على مدار التاريخ كله خير وبركة، وصار هناك التجار المحترفين الذين يتاجرون والخير عم على الجميع، إلى أن جاءت الخلافة الفاطمية. الخلافة الفاطمية كانت في القرن 9 للهجرة، بدأت تفرض الضرائب على الحجاج، وصار الحج غالي الثمن، وكان كل حاج يؤدي معدل 7 دنانير
عن 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 حجه، وكلما كان معه جمال أو كان معه دواب يؤدي عليها ضرائب، والناس استاءوا من هذه الضرائب، كانت غالية، حتى إن الفقهاء المسلمين اعتبروا بأن هذه الضرائب المفروضة من طرف الخليفة الفاطمي أنها غير قانونية، وبقي هناك احتجاج. ولكن لما جاءت عهد صلاح الدين الأيوبي سوف يلغي الضرائب على الحجاج، وسوف يقدم لهم الخدمات ليحجوا حجا مبرورا، ويكون سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. لكنه بعد ذلك في التاريخ سوف تكون هناك عهود السيبة. عهود السيبة سوف تكون هناك قبائل بدوية في الصحراء تسمى بالبدو، هذه صارت تقوم بمهاجمة قوافل الحجاج. كان الحجاج يحجون ومعهم بضائع، فكانت بعض قطاع الطرق يتقفل، كانوا يعمدون على قطع الطرق عنهم، وكانوا يهددونهم، فصاروا يدفعون مبالغ كبيرة لتأمين قوافل الحج. وفي ذلك تم تنظيم هذا الوضع، فصار هناك أمير الحج، وهناك القائد المسؤول عن قوافل الحج، وصار الناس يدفعون مدفوعات لهؤلاء هذا التنظيم حتى يحظوا بالأمن والأمان والسلم والسلام. وبقي هكذا الحج يتطور. الذي وصلنا إليه الآن في عصرنا هذا، وصلنا إلى مستوى رفيع من التنظيم وجليل من حيث الأداء، ويرتقب أنه في المواسم المقبلة ما وضعته المملكة العربية السعودية يسمى رؤية 2030، برنامج كبير يسمى خدمة ضيوف الرحمن، من المرتقب أن الحج في البقاع المقدسة سوف يتحول إلى موضع جليل، سوف يكون هناك إثراء للرحية الدينية والارتقاء بها، أولها زيادة الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن حتى تصل إلى 3 4 5 ملايين، وأيضا سيكون هناك تخطيط لربط وجدان الحجاج بمعالم السيرة النبوية وبما يزيد من الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي، وأن يكون الحج مؤتمرا إسلاميا كبيرا تناقش فيه قضايا الأمة، وأيضا عناية كبيرة بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا الآثار الإسلامية الكثيرة والمهمة، وأيضا مواقع في المدينة المنورة كمواقع معركة أحد والمساجد السبعة ومنطقة الخندق وميدان سيد الشهداء وبئر الصحابي جل عثمان بن عفان وغيرها. يرتقب بإذن الله تعالى أن العناية ببيت الله عز وجل ستشهد في السنين المقبلة تطور أفضل وأحسن، خصوصا بعد جلاء الكورونا، وستعود الأمور أحسن مما كانت بإذن الله. هذا هو المؤمل على الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، نعتذر على هذه الإطالة، فالموضوع هو ذو سجون وأخذنا فيه الحديث. اللحظة سوف نتوقف لنفتح خطوطنا الهاتفية، أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحبة الكرام هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالمتكم، ونأخذ أول مكالمة من إقليم أزرو مع للا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا سامي دكتور قريبان. الله يبارك فيك بنتي، الله يحفظكم ورعاك. الله يحفظك لينا حسن شركة الإدارة، محببة عندنا بزاف. بارك الله فيكم الشريفة. بغيتك عمي دكتور قريبا دعي معايا بشي زوج صالح، أنا عندي العكوسة بزاف زواج، عندي 32 عام، اللي تقدم ليا كيمشي ما كارهاش. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دعي معايا ودعي مع الوالدين ديالي. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. الوالدين ديالي عفوا عليه ربي، هو كيتخن دائما باش ربي يعفو عليه، والصلاة وعفو عليه ربي. يا ربي يا كريم بإذن الله، يا ربي يا كريم، الله يرزقنا جميعا العفو والعافية.
ودعي مع الخوت ديالي حتى هما الاخوان ديالي راه حتى هما عندهم عكوسات بزاف يسر لهم الله الامور يا رحمن يا رحيم باذن الله باذن الله لا اله الا الله الله يفرج عليكم جميعا الله يفرج عليكم جميعا شكرا لك بنتي فاطمه الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك احيانا كنسمعوا في بعض المكالمات ان الناس عندهم عكوسات هل هناك شيء اسمه فعلا العكوسات وشيء اسمه الموانع الحقيقه بالتدقيق العلمي فعلا كاين هناك اشياء اللي كتبعها العكوسات وكاين اللي عندها الموانع العكوسات هي اقل من الموانع العكوسات كتكون انت غادي في واحد المشروع اما مشروع زواج او مشروع تجاره او مشروع سفر او اي مشروع اخر وكتلقى لك فيه العراقيل والعكوسات يعني كتبغي تنجح وكتقاسك بانك كتوصل الى درجه بسيطه جدا ثم كتشابك لك الخيوط هذا كتسمى العكوسات اما الموانع هي اخطر هي كتلقى بان كتوصل للباب وكتلقاه مغلوق كتدق الباب كتلقاه كانه باب حديدي لا يفتح بالمقابل كاين هناك الحظ السعيد كاين ناس اللي عندهم الحظ السعيد كتلقى بانه فين ما مشى كيلقى الابواب مفتوحه كيلقى القلوب مفتوحه كيلقى كيجمع الوقت المناسب في اي صفقه تجاريه او زواج او سفر او غيرها من الامور كيجي في الوقت المناسب لما كتكتمل الصوره عاد هو كيحضر الحظ السعيد هو فعلا كاين القران العظيم تحدث عنه حينما قال ربنا عز وجل وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم كاين اللي عنده الحظ العظيم وهذا الحظ العظيم باش كيجي بالصبر صفتان اثنتان بهما نصل الى الحظ السعيد اول حاجه هو ان الانسان يبذل ما في وسعه من اعمال انه لا يتكاسل وانما تكون فيه روح المبادره فاذا وصل الى مبتغاه ذاك ونعمه واذا لم يصل صبر يكون فيه الصبر 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 لان الانسان اذا ضاع منه الصبر كيوقع له واحد النوع من الهيجان النفسي وكيعود متدمر وكيعود مستاء وكيعود انسان يعني لا تنتظر منه الخير اذا ضاع منه الصبر ولكن اذا كان صبورا فان الله تعالى يباهي به الملائكه فكنقول كل واحد بغى يكون عنده الحظ السعيد انه اولا كيبذل المجهود ديالو في فعل الخير فاذا وصل الى هدفه فذلك ما نتمنى وما نبتغي وإذا لم يصل فإنه يرضى بالنصيب وإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج فإذا جاءه الفرج أدهشه وكنقول لك للا فاطمة من أحسن الأمور التي تحيد عن العكوسات هي أن الإنسان يلازم الاستغفار هذا الكلام نقوله كنعود نكرره والشيء إذا تكرر تقرر أي واحد كيشعر بأن عنده العكوسات وعنده الموانع في حياته المالية في حياته الوظيفية في حياته العاطفية في أي شيء لا ينشغل بالتفكير عن الأسباب والمسببات وكيف جرى ولما جرى وإنما أولا نوطن أنفسنا وننخرط في الصبر اصبروا وصابروا ورابطوا نكثر من الصبر والاحتساب للمولى عز وجل ونستغفره نلزم الاستغفار لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب الله تعالى لما يعطيك يدهشك لالا فاطمة احنا هذه الأيام معظمة مكرمة كتسمى شهور الحج شهر شوال وحنا الآن في ذي القعدة وعلى أبواب ذي الحجة هذه الأيام تسمى شهور الحج شهور مباركة شهور مكرمة ربنا سبحانه وتعالى يتقبل فيها الدعاء الناس ربما في غفلة كل اللي عنده غفلة في الحياة الدنيا ومشاغلها ومتاعها وملذاتها وأموالها وسلطاتها وكل اللي ينب الله عز وجل ويدق باب الرحمن ودائما يدفع أكف الضراعة إليه ويقول يا رب إني متعب يا رب إني متعب يا رب خذ بيدي يا رب إني فقير فاغنني يا رب إنني تائه يا رب فوجهني يا رب إنني محتاج فأكرمني يدعو الله تعالى والله عز وجل سميع قريب مجيب أسأل الله الكريم للا فاطمة
أن يرفع عنك هذه العكوسات والموانع، وأن يختار لك ربنا عز وجل في القريب العاجل الزوج الصالح، ويعطيك منه الذرية الطيبة، ويضمن لك الحياة السعيدة الرغيدة، وجميع الإخوة والعائلة والأسرة. اللهم يا رب اجمع شملها، وألف بين قلوبها، واصلح ذات بينها، وافتح لهم الأبواب المغلقة. اللهم افتح لهم الأبواب المغلقة، وارزقهم من حيث لا يحتسبوا. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول إلى إقليم برشيد، معنا للا نجاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت نجاة، حياك الله. للا الله يحفظكم للا ويرعاكم للا نجاة. نجاة ربما الصوت عندها يتقطع، لو أنك تقدمت خطوة إلى الأمام أو إلى الوراء باش يكون الريزو. للا نجاة ربما تعذر عليها أختنا نجاة. على كل حال كنشكرك على التواصل ديالك، وكنشكر جميع السادة المستمعين على الاهتمام ديالهم. ونتحول الآن إلى ولاد تيمة، معنا للا فاطمة. السلام عليكم أسي كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دير الحاج لاباس عليك؟ الله يحفظكم ورعاكم ويبارك فيكم. الحمد لله ربي يخليك أسي كريبان. بين يطول عمرك لالا، نهضر معك الله يعطيك الصحه. دابا انا عيانه شي شويه مريضه. ايه مشيت عند طبيب نفساني وخرج لي الدواء ديال هذا الشيء ديال الكآبه، ودابا تنشربو وفيا الغوات. إيه؟ يهضر معايا تنغوات تنفجر. الله اكبر. ما عندي خاطر، ما عندي والو. من نهار مات لي الراجل صافي بقيت هكا، تمنشور هادي باش مات لي الراجل وبقيت هكا يا غيره. ما عنديش الخاطر كاع مع الناس. لا إله إلا الله فاطمة، الله يفرج عليك بنتي. لا إله إلا الله، الله يفرج عليك. وخير لفاطمة عليا مع خوتي، الله يستر عليك يا رب يا رب بإذن الله. احنا قرب صلاة الأذان ديال العشاء بإذن الله، وندير واحد الدعوة ديال الخير. شكرا لك للا فاطمة. أول حاجة بغيت نقول لك، هذه حالة نفسية عادية كتسمى اكتئاب ما بعد موت الزوج. هذه حالة عادية عند بعض النساء. بعض النساء كيكون عندها زوجها وكتقدم معها سنوات طويلة، كانت عروسة هو عريسها، وكانوا جسدان في جسد واحد، وكانوا يعيشون حياة طيبة. واحد النهار كيبان لهذا الجسد يفنى ويدبل ثم يموت ثم يدفن في التراب، وكتبقى غير الذكريات. هذه حالة عادية كتسمى اكتئاب ما بعد موت الزوج، أمر عادي جدا. لكن ممكن العلاج ديالو ليس بالضرورة أن يكون بالأدوية. أي نعم الأدوية كتكون مساعدة، ولكن العلاج الحقيقي يكون بأن الإنسان يقتنع. أول شيء أن الإنسان يكون عنده الرضا. الرضا، الرضا بالقضاء والقدر، هذا عنصر مهم، هذا علاج مهم. الرضا، ترضى. هذا ربنا عز وجل اختار الزوج أن يكون بجواره. احنا كلنا غنمشيو، والموت بالنسبة للمسلمين والمؤمنين وهي رحمة، لأن الله اطلع ورأى بأن حياة المؤمن ستكون كلها عذاب ومعاناة، فيقول له تعالى إلينا لترتاح عندنا، فيذهب إلى جوار ربه، ونحن به إن شاء الله لاحقون. يكون عندنا الرضا، غير الرضا بما قسم الله، ونرتاح. وإن شاء الله تعالى للا فاطمة اشتغلي بذكر الله، وخصوصا بالصلاة على رسول الله، وبقيت تقولي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وربي عز وجل غينزل في قلبك الرحمة والسكينة. وخلي بأن هذاك العنف وهذاك الفوران اللي كيجي، هذاك يجي من لما يغيب عنك عنصر الرضا. حاولي أن ترضي بالقدر، قولي رضينا بما قسم الله تعالى. رضينا دائما كل صباح غنقول رضيت بما قسم الله لي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. وملي نكون مع الجماعة نكون دائما نقول يا ربي أنا رضيت بالمقسوم، داكشي اللي قسمتي لي أنا راضي به. هذا الرضا كيعطيك واحد النوع من السكينة والطمأنينة، وغادي يعطيك واحد طاقة إيجابية، لأن الحياة مستمرة، ما أنت مازال عايشة، خصك تعيشيها طولا وعرضا.
مما يدخل الفرح والسرور على من حولك، وزوجك يكون منعم مكرم وتوصل له الفرحة. هو يطلع الأموات يطلعون فيراك معذبة ويراك مغمومة فهو لا يرتاح، لكن إذا رأك فرحة مسرورة ورأك في العبادة والطاعة وكتدعي لي بالرحمات وكتتبعتي لي الصدقات والإحسان وكتقرأ القرآن الكريم غادي يكون فرحان بك. أما ما يفيده غمك وهمك وتعبك لا يفيده في شيء، وإنما يفيده دعواتك وصدقاتك وإحسانك وعملك الصالح. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يشافيك لالة فاطمة ويداويك ويرزقك القوة والبركة. آمين آمين. ببركة هذا الأذان اللحظة أيها الأحباب الكرام، حان وقت أذان العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الأذان، نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل. تقبل الله منا الجميع. وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا جميعا الصلاة، اللهم وفقنا لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة. ونواصل أيها الأحباب الكرام ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة مع من تنغير كان نستقبل الدعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا دان بروك عباشركم. الله يبارك فيك سيد الدعالي. الله يبارك فيك مولاي. دعالي من منطقة تنغير آية الفرسي. بارك الله فيك وداش كريبان. انا كنصفل معاك دائما تبارك الله كيتشد لي اسميتو ليت الجمعه. الله يحفظك. الله يجعل بارك الله فيك وحفظك. الله ورعاك. الله يجعل سيدي رب هاد العواشر هاد الناس اللي جاوا من الخارج يوصلوا لاهل ديالهم. كاين اللي مشى 3 سنين، كاين اللي مشى 4 سنين، كاين اللي مشى. الله يبلغهم ان شاء الله الرحمن الرحيمين. كل واحد يعيد مع ولادو مع الوالدين ديالو هاد ليت الجمعه داش كريبان. وتدعي معهم وتدعي مع واحد راجل خالتي مريض مسكين. الله يجزيك بخير. في كوريبان غاد تاخد سميتو النمرة ديالي. الله يجزيك بخير. تعال شوية. أنا سمعت واحد الاخترا، سمعت واحد الاخترا عيطت لك واحد السيدة من النواحي ما عرف واش فرو ولا فين. عندو البنت في هولندا ياك. أييه. سنين ما عمرو جات وقيلة ولا ما عرفتش قالت لك. أي فعلا أي سيدي. أي دابا راه كاين واحد خالي من هولندا هو في واحد الجمعية ديال هولندا. كيعاون نعم. هادشي ديال المساكين وهادشي ديال سميتو فعندو واحد الجمعيه. المهم انا غادي يتصل معايا غادي نعطيك الرقم ديال التليفون ديالو وغاتصلوا ليه على الله. الله ما يدي سميتو يمشي لذاك البلاصه فاش كاين هذيك البنت. راه يقدر عنده الجمعيه ديالو كتهضر على هادشي ديال الجاليه اللي ما عندهمش سميتو اللي قابلهم وتيجي حتى عند البلاد هنا. شحال ديال البشر كيقابلوه عندنا حتى في البلاد هنا. دار الفران الله يجازيه بخير. داروا الفران هذاك الشيء اللي كيتصور دابا يصوروا في الفران ديال الخبز كيعطيوها للمساكين. واش ما تاخذوها ما تاخذوهاش القبيله. ايها مولاي ايها مولاي بارك الله فيك. انت غتاخذ النمره ديالي الله يجازيك بخير. انا غنصيفط لك النمره ديالو وغتعطيها لديك المراه وتعيطوا ليه لهولندا لامستردام. واقيلا امستردام فاش كاين. أيّا أمستردام. يا سيد حاج شكرا ليك شكرا ليك. أنا خديت الرقم ديالك السيد دعلي. جزاك الله ألف خير. فعلا هاد السيدة نعم سيدي. وغادي نتصل معك عاوتاني على شي المسائل الاخرين ديال سميتو هادشي ديال الغسيل ديال الميت. الله يجازيك بخير. تفهمني مزيان. الله يرحم والديك باذن الله تعالى. ولي باذن الله حفظك الله ورعاك. شكرا لك السيد علي من تنغير على هذا الاهتمام ديالك. فعلا هذه السيده كانت وصلت معنا. هي اصلها ربما من قنيطره وكان الطليق ديالها ولدت معها واحد البنيه اللي هي كانت عندها التوحد الصبغي يعني مونغوليا وبقات عايشه معها واحد الفتره وطلقات. اضطرت انها تزوج مع انسان اخر هو خذ البنيه ومشى بها لهولندا وبقى معتني بها. وكان هناك مؤسسات خاصة كتعتني بهاد الناس هادو وكان الاتفاق بينه وبينها أنه زعما تجي مرة مرة يجيب لها البنت. لكن كتقول هي بأنها وقعت على واحد الورقة فيها تنازل كامل وهي كانت امرأة لا تقرأ ولا تكتب والورقة كانت مكتوبة بالهولندية وقال لها وقعي على هذا غير إجراءات روتينية ولكن المضمون. قال لها غتنازلي على هاد البنت تنازل كامل. وهي مسكينة وقعت. من بعد خاد البنت والبنت بقات تكبر وصلت لعشرين سنة. هو توفي الآن وهي بغت البنت ولكن هما داروا لها واحد مجموعة ديال العراقيل والبنت محتاجة إلى أمها والأم محتاجة إلى بنتها. قالت لهم إما تعطوها لي
تجيه للمغرب ولا انا نمشي لعندها، اختاروا اللي بغيتوا. وهي مسكينه المراه ولات في وضعيه صعبه لان ما عندها شي سند يقدر يعاونها، ولجات لعندنا الاذاعه وحاولت انني نتوصل مجموعه ديال الناس اللي هما خارج ارض الوطن. لقيت مع واحد السيده في المانيا كتشتغل، واحد الاخت صديقه هي فاعله جمعويه كبيره، كانت تساعدت معنا بزاف في هذه الحرب الاوكرانيه، مجموعه ديال الطلب المغاربه اللي كانوا في اوكرانيا وصاروا نازحين الى المانيا وبقوا في حاله تشرد. والحمد لله هي كانت دخلات مع واحد المجموعه كبيره من الفاعلين الجمعويين واستقبلوا هؤلاء الطلبه وضمنوا لهم الايواء والاطعام ريتما يلقوا الحل المناسب. فطلبت منها انها تدخل لدى هولندا ايضا، ودامت دارت شي اجراءات، ولكن الحمد لله الخير اللي جاء كل ما كان كثير كل ما كيف. سي الحاج كنشكرك اخويا الشكر الجزيل على التدخل ديالك، وحنا فرحانين جميعا بوصول الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج هاد الارض الوطن، والحمد لله بلادنا بلاد الخير، وعمليه مرحبا راه انطلقت وقد رصد لها واحد الحجم عظيم من الطاقه البشريه والماديه واللوجستيكيه كلها لانجاح هذه العمليه كتسمى عمليه مرحبا. فعلا ان هناك عدد كبير من المغاربة سنين لم يأتوا إلى أرض الوطن، محتاجين إلى العائلة وإلى التجمعات العائلية، الله يجيبهم بالسلامة والعافية. وهذا العام غادي يكون فصل الصيف مقرون بعيد الأضحى، وغتكون الحمد لله الاحتفالية جميلة جدا، الصيف وعيد الأضحى والاستجمام والأعراس، يعني غتجمع مجموعة ديال الأشياء طيبة في وقت واحد. وربي عز وجل يحب أن يتحدث الإنسان بنعمه عليه، نسأل الله تعالى أن يكثر النعم ويفيض علينا من النعم ومن الخيرات، ويوصل هذه الجالية المغربية اللي غتجي من مختلف بلاد المعمور إلى أرض المغرب، الله يوصلها بالسلامة والعافية والتلاقى مع العائلة والأحباب وتكثر الأفراح والمسرات، وربي يبارك لنا ولكم أجمعين. شكرا لك سيد الحاج الدعلي من تنغير، وبارك الله فيك وأسعدك الله تعالى. وغنتحولوا إلى إقليم تيفلت مع لالة أم يوسف. أم يوسف من تيفلت ربما عندها مشكل في التواصل، ليبدو أنها بقيت في الانتظار 5 دقائق وربما انتهت عندها التعبئة. معذرة أم يوسف، نحاول مثلا نتواصل معك هنا إذا كان ممكن بإذن الله. شكرا لك وتحية لك ولكل أهل الساكنة ديال الإقليم تيفلت، هذا الإقليم الجميل، هذا الإقليم صاحب الطبيعة الخلابة. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك أم يوسف معذرة. ونواصل أيها الأحباب الكرام ونستقبل المزيد من المكالمات، غايتنا أننا نمد جسور التواصل بيننا وبينكم، غايتنا أننا نتحدث عن ما يدخل الفرحة والسرور إلى القلوب. وتعود إلينا أم يوسف، مرحبا بك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي داير سيدي الحاج لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الشريفة. وكنشكرك سيدي الحاج، سيدي الحاج على هذا البرنامج كنستافدوا منه بزاف، الله يرحميك المهمة ديالك ويرحم جميع المسلمين. اللهم آمين الشريفة يا ربي يا كريم. وسيدي الحاج كنطلب منك الدعية مع بنتي، دافعة لشي امتحانات إن شاء الله يسهل عليها الله ويسهل على جميع المسلمين. والدعية مع ولدي خدام بعيد شوية، يقربوا سيدي ربي إن شاء الله يقربوا شوية لهنايا إن شاء الله بإذن الله، الله يرحم ليك الوالدين. ودعي لي مع الدري الصغير يوسف، دعي معاه يمدوا ربي نباتا حسنا إن شاء الله بإذن الله. يا ربي يا كريم، الله يرحم ليك الوالدين، الله يرحم ليك الوالدين. الله يحفظك لالا أم يوسف، شكرا ليك لالا، شكرا ليك. شكرا ليك، بارك الله فيك. والحمد لله هذه الأيام فصل الصيف قبل أن يأتي هذا الموسم، كاين هناك امتحانات، كاين هناك مباريات، يعني كاين عدة قطاعات حكومية، مجموعة من الوزارات سواء في الوظيفة العمومية، قطاع التعليم، قطاع المالية، قطاع الصحة، قطاع العدل، مجموعة من القطاعات سوف تعلن عن امتحانات لولوج الوظيفة. وهذه فرصة نتمنى ربي سبحانه وتعالى جميع أبناء الوطن أنهم يوفقوا، كل غادي يوفقوا الله تعالى يخدم في الوظيفة العمومية،
ويبارك الله في جهوده، وكل اللي غادي يمشي للقطاع الخاص وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير والبركه، وكين اللي هو غيدير العمل المقاولات بنفسه، هذا هو سيدهم، هذا هو اللي ربما لو 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 تم تخييرنا يخيرونك ما تفعل، هل تعمل في القطاع العام، هل تعمل في القطاع الخاص، هل تعمل مقاولة ذاتية. العاقل النبيه يختار هذه الثالثة لأنها كتعطيك واحد الفرصة للإقلاع الاقتصادي، كتعطيك واحد الفرصة للتنمية، وفرصة أخرى للنجاح. والناس اللي فعلا كيقلب على الثروة، كيقلب على أنه ينجح، هو كيمشي في المقاولة الذاتية، فقط خصو يتكون واحد التكوين مستمر، وتكون عنده العزيمة والإرادة والرأس صغير باش يقدر يفهم وغادي يمشي بعيد. فعلا كنلقاو انا عن تجربتي اصدقائي اللي كانوا معايا نشأنا بعضياتنا، اللي مشى في القطاع العام راه باقي موظف بسيط في القطاع العام، واللي مشى في القطاع الخاص هو ظهره كيقدر ينجح، كيقدر يتحول، كيقدر ينقطع. اما اللي مشى في المقاولة الذاتية تبارك الله صاروا كلهم من كبار الاثرياء، تبارك الله، اللهم زيد في ذلك وبارك في ذلك، لانه بعد مده كيعود هو لو باترون وكيعود عنده القدره على الانتاج وكيتزاحم لان السوق فيها المنافسه الحره، وكيوصل وكتلقى هما من دافعي الزكاه، ملي كينجح كيعود عنده المال، كيعود هو كيرحم الفقراء وكيوسع المساكين، وكيعود انسان عنده منين يعطي، لان كيعود جامع للثروه. فنطلب الله سبحانه وتعالى جميع ابناءنا وابنائكم، اللهم تعالى يكتب لهم مكاتب الخير فين ما كاين الخير ينفع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيهم النجاح والفلاح. لالا ام يوسف الله يعطي لوليدك في هذا الامتحان القبول، الله يختار له من عنده اجود وانبل مقام واحسن عمل. ونطلب الله تعالى داك اللي هو خدام وبعيد عليك ديما ادعي ام يوسف، قولي وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. ربي عز وجل غادي يجمعك مع وليدك ان شاء الله، يجي انتقال للعمل قريبا منك. وهذه فعلا سبحان الله العظيم في التعيينات كانوا بزاف الناس كيخافوا من التعيين، لما كينجح في الامتحان وكيبذل واحد المجهود كبير وعسير باش ينجح، كتجي واحد المعاناة اخرى وهو اين سوف يتم تعيينه. كاين اللي كيتعين واحد التعيين بعيد جدا، فكيعود نكبه، كيعيش النكبه كانه حكم عليه بالتشرد، وكاين اللي هو محظوظ ان التعيين ديالو كيجي في نفس المدينه ومع العائله ومع الاحباب. والطريقه اللي كنا كنستعملوها هي ان تقول وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وربي كيجيب التعيين في المنطقه اللي بغيتي مع العائله والاحباب، وكتكون الحمد لله ضامن السكن وضامن النقل وعيش حياه الرفاهيه مع العائله والاحباب. واللي قدر له الله تعالى ومشى بعيد غادي يبقى يقول اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. وربي كيدير واحد السبب وكيجيب الله واحد الخير وكيوقع التجمع العائلي من جديد. اسال الله الكريم المتعال لالا ام يوسف يحفظ لك وليداتك، وينبت يوسف الصغير نبتا حسنا، ويبارك الله في سمعه وبصره وعقله وفؤاده. اللهم امين، اللهم امين يا ارحم الراحمين. وغنتحولوا ايها الاحبه الكرام الى اقليم القنيطره مع لالا فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا محاج. حياك الله لالا فاطمة. والله العظيم أنا فرحانة بزاف لي الخط، والحمد لله اللي كنسمعوا هذا الصوت ما شاء الله، اللهم بارك فيك. جزاك الله ألف خير لالا. الله يبارك لك في الوليدات ويبارك لك العمر ويبارك لك في الصحيحين إن شاء الله. جزاك الله خير الجزاء على هذا البرنامج الجميل اللي كنستافدوا منه بزاف الحمد لله. الله يحفظك لنا الحاج، الله يحفظك لنا يا محاج. بارك الله فيك الشريف، الله يرحم الوالدين. عندي بحاجة بتعنصر في أسئلة، الله يجزيك بالخير. وخا مرحبا مرحبا لله. عمي الحاج أنا بتعن أقول لك في الصلاة ديولي، الصلاة منك العود نصلي بالمرة كيجيني سوية السهو في الصلاة، وما كنقاش نعقل شنو الركعات اللي صليت، وكنعاود نصلى، كنعاود ديك الفريضة كنعاودها من الأول، وكنحاول نركز في الصلاة ديالي بعد المرات ماشي دائما.
والسؤال الثاني عمي الحاج، ملي كنصلي وكندير الدعاء ديالي كنحس بواحد الضيق في الصدر، بحال كنزير كنعاود بزاف كنطلع ديك النفس باش انني نكمل ديك الدعاء ديالي، وكنحس بواحد العقده في الحنجره ديالي كتشدني، يعني كتحري كتحبسني على ديك الدعاء ديالي. ايه لله. والسؤال الثاني الثالث الله يحفظك ليا عمي الحاج، انا كان عندي السحر مده 5 سنين هذه تقريبا داومت، يعني الحمد لله تعالج منه ودرت الرقيه ما ينستفرا الحمد لله، ولكن دابا ملي كندير الرقيه في التليفون ما كنستحملهاش، كنبان بكي وكتشنزي عليا الراس، كنخفي نشد الراس كنحس باش ليا بحال كيفشلوا عليا، كنبان بكي بزاف كنترعد ملي كنتوريشه. هذا المشكل دابا عندي. والسؤال الله يحفظك لي عمي الحاج، هو بالنسبه للنوافل الحمد لله كنت معانا في واحد الناس بزاف الحديث تيقول لك خاصه الاقل نصلوا واحد 12 ركعه في اليوم ديال النوافل، واش يعني مزيان؟ يا لله وخبيث لي تحرير الفاطمه. عمي الحاج هادو من الاسئله اللي عندي، وبغيت تدعي لي مع الزوج ديالي ومع الام ديالي، عندهم مشكل ديال القولون العصبي اللي ساكن ديما مليك لو هاك ضرهم صحتهم ضعيفه بزاف. يا ربي يا لله فاطمه واخا باذن الله. كيدوزو يعني التحاليل وكيدوزوها كاع الطبيب وكيشرو الدواء وداك الشيء، ولكن المشكل ديما عندهم صحتهم ديما ضعيفه، تيولوا شي واحد مده هذاك الدواء من بعد كيقطعوا الدواء كيكملوا كيعاودوا ثاني يرجع لهم داك المشكل ديال القولون العصبي. المهم صحتهم ضعيفه بزاف والحمد لله هذا ما كان. وبغيت تدعي لي واحد عمتي، راه ديك المره كتهضرت معاك الحمد لله الجمعه اللي دازت، واحد عمتي مسكينه مريضه عندها واحد المرض كتعاني به، والحال على قد الحال الله يحفظ العوان، عيات مسكينه من كثره مصاريف يعني كنا عيات ماديا ومعنويا صراحه ديال الله. والله يجزيك بالخير، دعي لي مع وليداتي الله ينبتهم لينا نبتا حسنا، هذا اللي كنتمنى الله يجزيك بالخير، ودعي لي مع العائله ومع الوالدين ومع الخوت الله يبارك فيك. بارك الله فيك لاله، بارك الله فاطمه. كنشكرك لاله فاطمه على الكلام الطيب ديالك. يبدو لاله فاطمه من خلال الكلام اللي ذكرتيه انك مازال بقى عندك ربما البقايا ديال السحر اللي كنتي كتعيشي منه. ذكرتي بانك كنتي كتعاني من سحر ودرتي الرقيه وتعالجتي، ولكن يبدو بان هناك بقايا، لان كاين السحر الذي يزول كليه وكل اللي كتبقى عنده بقايا، والمرض اللي يبدو عندك هو المرض في الجانب الروحي، لان الامراض على انواع ثلاثه واربعه، الامراض العضويه كنشوفوا فيها الطبيب المختص، والمرض الامراض النفسيه كتشوفوا فيها الطبيب النفسي بسيكولوج او بسيكياتر، وعندنا الامراض الروحيه اللي هي ما عندها علاقه بالطب العلمي، هي عندها علاقه بالجانب التعبدي، هي امراض روحيه كيكون سببها العين او السحر او القرين او غيرها، يعني هذه أشياء لا تدرس في كليات الطب، لأن الطب بمفهومه العلمي هو لا يعتقد في هذه الجوانب، ولكن الطب الإسلامي يعتقد فيها كثيرا، لأن عندنا الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الأمراض لا تصيب الجانب العقلي ولا الجانب العضوي ولا الجانب النفسي، وإنما كتصيب الجانب الروحي، الروح كتمرض، الروح تهيية واحد الكيان داخلنا، كاين الروح اللي كتكون صحيحة وتنتعش وتتقوى وتزهو، وكاين الروح اللي هي مريضة وسقيمة وضعيفة، والمرض ديالها كيكون بهذه الأشياء، إما كيتعرض لعمل سحر، وإما كيكون عنده العين، وإما عنده الحسد، وإما غير ذلك. فلما تصلين وكتشعري بأنك كيوقع لك السهو، هذا من علامات المس، إما المس أو السحر، لأن الإنسان إلا كيوقع عليه السهو كل مرة كيقول بأن هذه إشارة بأنه راه مريض، ماشي طبيعي، الإنسان خصو لابد كيوقع عليه السهو مرة، ولكن إلا كان يتكرر يعرف بأن الروح ديالو راه وقع عليها شيء ما، خصوصا لما كتقولي الدعاء وكيضيق النفس ديالك. المفروض أنني لما أصلي وكندير الدعاء كنشعر بالانشراح، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة يقول أريحنا بها يا بلال، أريحنا بها يا بلال، لما أصلي وأنتهي وأقول الأدعية كنشعر بالارتياح وبالانشراح وبالإقبال على الحياة، وكنكون فرحان، عندي طاقة إيجابية جديدة اكتسبتها. أما إذا شعرت بضيق النفس ولا أتحمل الدعاء، فكنعتقد بأن هو علامة على أن الإنسان مريض. فهنا لاله فاطمة اللي قدرتي أنك تزيدي في الرقية، والرقية راه ماشي نقلب على واحد الراقي، لا، نرقي نفسي بنفسي،
أن أرقي نفسي بنفسي هي نقرأ القرآن الكريم بنية الشفاء. القرآن الكريم لما أقرأه إما أقرأه بنية المعرفة، نعرف نكتشف ماذا يقول هذا الكلام الرباني، أو بالتأمل والتدبر، أو هناك من يتغنى يحب أن يقرأ القرآن بالتغني حسب النية. لا، أنا غنقرأ بنية الشفاء، غنقرأ الفاتحة بنية الشفاء، غنقرأ الإخلاص بنية الشفاء، وهكذا بقية الصور نقرأها بنفسي، لا أحتاج إلى إنسان أن يقرأ علي، لأن أحسن وأعلى مراتب الرقية هي أن تقرأ أنت على نفسك بنبرة صوتك أنت. أما نبرة صوت الآخر هو الجسم قد تبدو له غريبة، ولكن صوتك أنت يفهم خلاياك وهرموناتك. ودائما نحاول ما أمكن لله فاطمة من اللي نسمع الآذان يؤذن نتبع معه، لأن هذا من أعظم وأقوى الشفاء للأمراض الروحية. اللي نسمع الآذان، الآذان راه فيه أجر وتواب، راه المؤذنون يوم القيامة غادي يكونوا أطول الناس أعماقا، معناهم غادي هذا مجاز ماشي عنق طويل يعني بحال عزكم الله الزرف، لا حاشا، وإنما المقصود أطول الناس أعماقا غادي يكونوا في واحد الأبهة، وغادي يتبعتوا يوم القيامة المؤذنون في أعلى مقام، يعني عنقه طويل عند العرب ككل الأمراء والسفراء والأعيان، فلان عنقه طويل يعني أن كلمته مسموعة ورأيته مرفوعة. هكذا الذي يؤذن واللي كيكرر مع المؤذن له النفس الأجر والتواب، وهذاك التكرار مع المؤذن في أجر وتواب، ولكن في علاج أيضا. لما أقوله أعالج خصوصا الأمراض الروحية ديال الشياطين أو ديال السحر، أول علاج يبدأ بسماع الآذان وترديده مع المؤذن، ثم بعد ذلك كنقول الدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم بعد ذلك كان ندير البقية الصالحة، لما أصلي بعد قبل منها الوضوء، الوضوء شفاء، الوضوء هو رقية وعلاج. لما أتوضأ نستحضر النية ديال الوضوء، بعض الناس يتوضأ بحال شكل روتيني أنه غير كيتنظف أو أنه كيتبرد، لا، الوضوء عبادة، نستحضر بأن الوضوء لما أغسل يداي، لما أتمضمض، لما أستنشق، لما أغسل وجهي وعيوني، لما أمسح على رأسي وأذناي، لما أغسل قدمي، كل هذه الجوارح هي شفاء من كل داء وسقم. ثم لما قبل أن أدخل إلى الفريضة لابد أنني أصلي النافلة، النافلة هي الأولى نصليها باش نستعد ونستجمع الطاقة الإيمانية ديالي. لأن فاطمة هذه النوافل فعلا هي عددها 12، إذا جمعنا الوتر النبوي الشريف كان 12، ولكن النوافل كتبدأ من الفجر، كتكون مع الفجر، الفجر ركعتي الفجر خفيفتين، ثم الصبح طويلتين، ثم عندنا النوافل ديال الضحى نصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، ثم بعد ذلك نصلي عند الظهر قبله وبعده، العصر ما في نافلة، المغرب نصلي بعده ركعتين إلى أربعة إلى ستة، ثم بعد العشاء نصلي الوتر النبوي 11 ركعة أو 13 ركعة، الوتر النبوي اللي خضرت عليه، هذا كله خير. أما قيام الليل فلك أن تصلي ما تشاء، تصلي وتطيل في الصلاة. فأسأل الله تعالى للا فاطمة أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. وبالنسبة للزوج وللأم وهذه الأمراض اللي عندكم ديال القولون العصبي، راه العلاج دياله كما قلت أنهم كيديروا مجموعة ديال التحاليل، مجموعة كبيرة ديال العلاجات، وباقي مازال فيهم القولون العصبي، راه العلاج دياله ماشي بالأدوية، راه أنك تحيد عليك الأعصاب، راه العلاج كيبدأ بالفكر، كيبدأ بأن الإنسان ما يتعصبش، الإنسان ما يجمعش داك الشيء في خاطره. راه القولون العصبي أصله هو تراكمات ديال المشاكل وديال الخلافات وديال الصعوبات كتبقى مخبية عندك، لا ما تخبي شيء، لا حاول تفرغ كل مشكلة دازت عليك في حياتك، ارميها خلف ظهرك، وإلا غادي تخلص ضريبة غالية، ضريبة غتكون مرتفعة. لابد أن نرمي جميع المشاكل اللي وقعت لنا والأحداث، ونعيش اللحظة ونستشرف المستقبل، ونكون عندنا طاقة إيجابية قوية بإذن الله الواحد الأحد.
وأسأل الله الكريم لالة فاطمة أن يشافيكم ويعافيكم ويداويكم. أسأل الله تعالى أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية وتمام العافية. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا ربي شافي منا كل مريض، وشافي منا كل سقيم، وشافي منا كل عليل. اللهم يا ربي ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين إن نسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك اللهم أن تشافي عبادك المؤمن أجمعين. اللهم شافينا وشافي مرضى المسلمين. اللهم وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم إن نسألك رحمة واسعة من عندك تغنين بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كما جمعتنا على أثير هذه الإذاعة المباركة اجمعنا وهؤلاء الأحبة قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة، واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.